ده حاجه كومن برضو ما بين ناس كتير. هي واحده اسمها هاجر تامر، استاذه هاجر، بتقول ابني بيغلبني في الاكل، ما بيحبش لا الخضار ولا الفاكهه، واغلب اكله من بره زي ما كنا لسه بنتكلم، بطاطس مقليه، مشروبات غازيه، فطبعا خايفه عليه عشان ما فيش اي فيتامينز بياخدها تقريبا. فكنت عاوزه اعرف هل مناسب لي مالتي فيت؟ هو عنده 17 سنه. مع 17 سنه طبعا هو لازم من ساعه ما شافنا مامته تطلب الب مالتي فيت. ما لا هي جدال. العيله كلها بقى. لا لا جدال والله. لان ما ينفعش وصعب انك انت تقولي للشباب لا كل سلطه، لا كل، هو اللي في دماغه هيعمله. فلا غنى عن الب مالتي فيت، لانه هيدعم له، هيعوض له الفيتامينات والمعادن المهمه اللي ناقصه في جسمه. هياخد قرص واحد في اليوم. لو هو طالب هيعرف يركز اكتر، لان الاكل اللي بره ده بيزود لي جدا الالتهابات وبيزود لي الاكسده، وكل ده بياثر بالسلب على المخ. مهم ان هو يستخدم الب مالتي فيت لانه هيعمل كضد اكسده وهيحسن الالتهابات عنده. حلو. طب بما ان حضرتك برضو يعني اخصائيه في حته التغذيه والصحه، دلوقتي خلينا برضو نبقى بننقل صوره عن حياتنا طبيعيه او الصوره الواقعيه. ناس كتير بتشتغل، بالذات الناس اللي هي العامله، بيبقى صعب قوي ان هم مش كلنا نقدر ناخد لانش بوكس. يعني كله بيعمل ايه؟ بيفطر وبعدين ينزل على شغله يقعد 8 9 ساعات، زملائه في الشغل بيجيبوا اكل بياكل، كل حاجات طبعا بتبقى جانك فود، الكشري والساندوتشات والحاجات اللي كلها زيوت، فده طبيعه الاكل. حتى هنا عندنا في القناه بتشوفي ساندوتشات وحاجات وعيش ايوه. فبرضو اكل الى حد ما مش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. نعمل ايه؟ ازاي نغير اصلا اللايف ستايل بتاعنا عشان نقدر ناكل اكل صحي؟ لان بطبيعه يعني حياتنا وعملنا وبتاع صعب. فكرتيني ان انا قلت برضو ان انا بصور كل يوم، فعملت لانش بوكس اللي انت قلتي عليه. بالظبط، ادينا مثال. عايزه اقول لك انا عملته، انا بقالي 7 سنين مثلا في القصه في شغلي ده، عملته يومين وما قدرتيش تكملي. برجع من بره يا دوبك بشوف بيتي عايز ايه، ويا دوبك بشوف انا عايزه ايه. لا يمكن انا اقعد. فقصه اللانش بوكس دي انا بالنسبه لي فشلت معايا. فلازم انا لازم امشي على فيتامينز، لان انا كتير بره والاكل ساعات انا ما بحبش العيش الابيض اكله كتير، بس لو جعت هعمل ايه بقى؟ بضطر اكل، لكن بقدر اعوض بالفيتامينز. مهمه جدا الفيتامينز. سؤال حاجه حلوه قوي اللي انت قلتيها يا نهاوند، قصه الستات والرجاله اللي بيقعدوا بالساعات بره، مهم ان هم يدعموا، لان اكيد. وبعدين احنا في اللانش بريك احلى حاجه بقى الالو ديليفري مش عارفه ايه كله للاسف كله. واحنا طبيعتنا شفناش حد بيقول لنا تاخدوا معانا سلطات تاخدوا، يعني كله بيبقى حاجات صح. يعني جانك فاكيد بنصح بالب مالتي فيت من دلوقتي نستخدمه. حتى لو انا باكل اكل صحي مش كفايه يا جماعه، من دلوقتي ابتدي استخدم الب مالتي فيت من ساعه ما شفنا. والحلو اللي فيه ان تركيزاته مش اللي تخوفني ان حاجه تعلى حاجه، لا تركيزاته معقوله جدا ان انا اقدر امشي عليه لايف ستايل. زي ما انا قلت قبل كده، فيتامين سي موجود منه 500 مللي جرام، الجسم محتاج 1 جرام يوميا من فيتامين سي، وهكذا. التركيزات ما حطيناش التركيزات اللي هي تقلقني ان انا امشي عليه لايف ستايل، لان بعض المكملات بتمشي عليه شهر شهرين وتوقفي. بالظبط. لا، الب مالتي فيت تركيزاته لطيفه جدا، هنحتاج ناخد الفيتامينات اللي فيها يوميا. حلو ده، لان برضو بيحصل تنمر اوقات على الناس اللي بيجيب اكل صحي. انا كريم كنت جات فتره بجيب على طول سلطه، بيقعد يغلس، عارفه اللي هو يقول لي سلطه ايه وبتاع، يخش معانا في الهمبرجر والحاجات اللي زي، هو على طول هو ما شاء الله عليه كمان بيتخنش خالص. ما بيتخنش، انا متاكده يعني هيتفرج ويسمع انا بقول ايه. بقولها له يعني اجسام برضو في اجسام. أيوة كده في اجسام. لا هو انا عن نفسي بشم الاكل بتخن يعني مجرد كده. والعكس فعلا في اجسام كده اللي بتخن من لا شيء. ف في تنمر بيحصل على الناس اللي بتاكل اكل صحي، فانا برضو الصوره دي موجوده. يعني مش تنمر طبعا، انا بهزر، بس يعني الناس تقعد تقول لك يا عم مش عارف ايه، عارفه الثقافه دي. صح. تروحي تتعزمي عند قرايبك، والله ما انت قايمه غير لما تكملي طبقك. لا عارفه احنا ثقافه برضو فيها نوع من يعني الود، وعندنا الحته دي بنجامل بعض حتى بالعزومات بالاكل. ف يعني مع الثقافه دي محتاجين ان احنا ايه بقى نوازن الموضوع شويه على قد ما نقدر. كلامك صح 100% يا نهاوند، وكل اللي انت بتقوليه ده بيحصل فعلا معانا كلنا. موضوع ان انا معزومه عند قرايبي ولازم تاكلي عشان تجاملي، يعني والاكل حلو بس انت خايفه على نفسك، بس بتضطري. فلازم نمشي على مضادات اكسده. مضادات الاكسده مهمه جدا.
ما نفرطش فيها، لان لا ما ينفعش تزيد. لكن انا بقول ان 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 الب مالتي فيت التراكيز يا جماعه ما تخوفناش، فيري سيف وكونسنتريتد بشكل امن جدا. اطلاقا خصوصا بقى احنا بنتكلم على شهر وكام يوم على رمضان او شهر ونص. ف رمضان اللي هو الشهر اللي بنقول او بندي نفسنا فيه الى حد ما او نسبه كبيره مننا العذر، خلاص كل اللي انت عايزه بس بحساب. اللي طبعا ناس مدخنين كتير جدا بيقعدوا بقى فتره اللي هي كام ساعه اللي تحت دي بيدخنوا بشكل يعني زياده، فده شهر احنا محتاجين بقى نركز فيه قوي، لان السمبوسك والفرايز وكل الاكل تقريبا في اكسده. فمهم قوي برده شهر رمضان ده جدا، حتى لو نبدا الكورس معاه طبعا هيبقى مهم ليهم جدا. وزي ما انت قلتي بيبقى عندنا الاكسكيوز بقى، بس بنطلع من رمضان تخنانين خمسة كيلو، فبرضه نحاول عشان ما نندمش بعد كده انا تخنت كده ليه، واقعد بقى اعمل دايت واعمل قصه. لكن بقول ان هيبقى حلو جدا في شهر رمضان الكريم طبعا لتدعيم الطاقه، وممكن بعد ما بنفطر بناخد القرص بتاعنا. هيبقى ساعتها بعد الفطار الوجبه بقى بتاعت الفطار، بعد الفطار وبناخد القرص بتاعنا بعد الفطار مثلا بربع ساعة أو بنص ساعة عشان الفطار عشان معدة تهدى شوية، ونشرب مية كتير عشان هو ووتر سوليبل، فعشان نستفيد أكتر من الفيتامينات اللي داخل ألب مالتي فيت. تعرف يا دكتور في ناس أعرفهم، يعني ما أعرفش سمعتي الموضوع ده بس أكيد سمعتيه، ناس ما بتحبش المية. انا اعرف ناس بيقولوا احنا نفسنا نشرب ميه بس احنا ما بنحبش الميه. الناس دي وهو سنهم يعني صغير اول الثلاثينات، بس مع اللونج ران دي كوارث ممكن تحصل لهم صحيا يعني. طبعا لا هو مش مع الشباب، انا ما كنتش بحب الميه يعني بنساها. طب وبعدين بقيت اعمل ايه بقى؟ بقى كل ما اروح حته معايا الازازه بتاعتي خلاص، شوفها باخدها اكنها دواء. ما فيش، لازم نشرب على الاقل 2 لتر عشان الكلى عشان الكبد عشان المخ عشان الدوره الدمويه كلها، عشان الدم يمشي بشكل سليم. لا غنى عن الميه، او الميه اساس كل شيء حي. ومحدش يقول لي لا اصلا ما بشربش ميه، اصلا بشرب عصير بدل الميه. لا العصير ده حاجه ثانيه خالص. بشرب مياه غازيه، اصحى الصبح في ناس بتفطر على المياه الغازيه، في ناس عايشه عليهم فعلا. لا 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 ما ينفعش خالص. نشرب ميه كويس جدا عشان حتى الب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه تعرف تمشي في الدم كويس قوي، وان احنا نحس بقيمه هذا المنتج يعني. حلو جدا. لا بجد مكمل غذائي اعتقد مفيد، ومعلوماتك مفيده دايما. وزي ما كنا بنقول يعني ابعتوا دايما لليوم اللي هيكون معانا دكتور دينا، ابعتوا اسئلتكم هنجاوب عليها على الهواء مباشره. اي سؤال يخطر في بالكم خاص باي مشكله صحيه ليكم او لاي فرد يعني في العيله، دكتور دينا هترد على طول يعني لايف. شكرا ليك يا دكتور، وبتفيدينا كل حلقه فعلا. حبيبه قلبي تسلمي، نورينا قريب ان شاء الله تاني. اما بيتك بقى خلاص يعني هتستضيفينا بعد كده. شكرا يا دكتور، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا. نشوفكم ان شاء الله ولقاء متجدد، و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.